ونذكر السادة المشاهدين بأنه يتقدم سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني بعشرين سيارة كجواز عينية للسباقات المقامة في الشحانية، ويتقدم أيضا المضمر الذهبي سالم بن فران بعدد عشر سيارات كجوائز عينية، ويتقدم أيضا مسند بن سعيد الجربوعي بخمس سيارات كجوائز عينية، ويتقدم أيضا سعادة محمد بن زايد الخيارين بعشر سيارات جوائز عينية، وأيضا يتقدم غانم بن منصور سيف الخيارين بعشر سيارات جوائز عينية، ويتقدم جابر بن بخيت بن ثويني بخمس سيارات، وتقدم أيضا عبيد بن علي السناري بخمس سيارات. كل الشكر والتقدير للمساهمين والمقدمين للجوائز العينية السيارات بهذه المناسبة السعيدة. تهانينا والناموس لكل الفائزين، وأنقل الكلمة والميكروفون في هذه اللحظات إلى مطلق بن علي العنزي متمنيا له التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا محمد بن بريك المري. أيها الأخوة المتابعون في كل مكان، مشاهدينا على الهواء مباشرة، ألف 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 مبروك لقطر حكومة وشعبا على تحقيق هذا الإنجاز التاريخي الكبير في الملحمة الكروية الشريفة التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة، حينما حقق الكأس، كأس آسيا العنابي، حقق هذا الكأس، كأس آسيا 2019 ليلة البارحة، وكانت فرحة خليجية في هذا الحدث المهم. نهني أيضا عشاق العنابي على هذا الانتصار. نبدأ بسم الله وعلى بركة الله مع هذا الشوط الثالث ضمن الأشواط المسائية الخاصة بسن الحقائق، شوط خاص بالإبكار. ننطلق مع الثلاثة كيلومترات ونحلق مع هذه الأسماء متعرفين على المراكز المتقدمة. بداية تصريح المركز الأول على الصدارة، تصريح الشعار الذي حقق ناموس الشوط الأول الخاص بالإبكار. الاتحادية حققت ناموس الشوط الأول، يقدم المدهوشي تصريح ناري في هذا الشوط مع هذا الانطلاق. المركز الثاني، مرحبا بهذا الشعار كبير، شعار ابو سعود على المركز الثاني مع مزوح على المركز الثاني. سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني مع السيد حمد بن طالب بن عمارة في التضمير. المركز الثالث، المركز الثالث، المركز الثالث، شعار الغرافة مع المهمهية على المركز الثالث. ديروا بالكم من هذا الاسم مع سالم بن عامر المدهوشي. الله، يا سلام، تصل شارة على المركز الثاني مع شعار هجن الشحانية على المركز الثاني مع محمد بن خالد العطية. المركز الرابع، المركز الرابع، الواصلة تصل بشعار الغرافة على المركز الرابع. المركز الخامس، تتدخل في هذه اللحظة شواهين لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني، ولكن الكيلومتر الأخير، الله، المهمهية على المركز الأول بثقة الكبار بشعار الاتحادية، الشعار الغرفاوي الكبير الخطير. الشحانية قادمة مع شارة، وأيضا شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، ويتدخل شعار الشحانية مع مهمة في هذا الشوط مع شبل المضمرين. ولكن الناموس وين؟ الناموس وين؟ انظروا 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 إلى جذوة على المركز الثاني، تنطلق أيضا بنفس الشعار مع محمد بن مبارك بن محمد ألف هيدا بن قطامي. خذت سيارة في المؤسس، هذه خذت سيارة في المؤسس، يقدمها هنا شعار غني عن التعريف، شعار أبو سعود على المركز الأول. جذوة 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 على المركز الأول، حققت الناموس، فازت جذوة. تهانينا والناموس لسعادته، وتهنئة خاصة لبن قطامي على هذا الفوز. تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني، وين المركز الثاني؟ مهمة لهجن الشحانية. المركز الثالث،
المركز الثالث، المركز الثالث وصلت شارة الهجن الشحاني. المركز الرابع، المركز الرابع نمبر 2 المهمهية الهجن الغرافة. المركز الخامس شواهين لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني. أيها الإخوة المتابعون مشاهدين الكرام في كل مكان، فازت جذوى بهذا الشوط حاملة لهذا الشعار الغني عن التعريف، شعار بسعود سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني الذي حقق الناموس حاضرا كعادته هذا الشعار فائزا ومنتصرا. تهانينا أيضا لبن قطامي الذي قادها بكل ثقة في هذا الشوط بعد تحقيقها الإنجاز في سباق المؤسس، حصولها على السيارة تفوز بهذا الشوط حاضرة مع هذا المساء. 24:52 جزء من الثانية هو توقيت جدوى. تهنئة لسعادته ولأنجاله الكرام على هذا الفوز المستحق، وتهنئة لبن قطامي على هذا الفوز. المركز الثاني 24:32 جزء من الثانية هي اللي بالمركز الثاني وين همهمة لهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فران. المركز الثالث، المركز الثالث 4:21 48 جزء من الثانية. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت شارة الهجن الشحانية مع المضمر محمد بن خالد بن عبد الله.